شايفين نوف؟ شكل بيت عز. وش ذي الطيحة اللي طاح عليها عامر؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. يا عاد بس يمه وراك ماسكة الورد كذا، حطي حطي. ما شاء الله وش ذا الزين؟ انتي عروستنا دنيا؟ أنا رحاب، العروسة شوية وبتنزل. حي الله من جانا. الله يحييك أكثر. هذا ولدنا عامر، والحمد لله محافظ على الصلاة، ومن حقكم تسأل عنه. ما يحتاج نسأل عنه، الوالدة مقفلة باب النقاش عن العم عامر نهائيا. العم عامر. كتروا الخطاب كتير عالباب، مرضيش ابويا يا الف ومية مرحبا. اوووي في بيتنا ام عامر واخته، يا مرحبا بو، يا هلا يا هلا يا مسهلا، تفضلوا بيتكم وحلكم. الله يحييكي ويبقيكي. الا وين دنيا؟ شكلها مستحية تنزل. وي 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 وي، ايش بنا دوبنا كنا طيبين، ايش بكم؟ حبيبتي العروسة قدامك بشحمها ولحمها. وشو؟ انت دنيا؟ انا دنيا. شكلها عامر ملخبط بالاسم. جينا دحين الكلام اللي ما يعجب. ما يصير ما يصير، عامر قاصدني انا دنيته. سعيدهم يا ناس. يعني انت العروسة اللي جايين نخطبها لولدنا؟ تفاجأت وانكتمت انكتمت كتمت البولة المدمس، وانا يا حبيبتي. وشو؟ يعني الحين احنا جايين نخطبك انت الولدنا؟ انت اكبر من امي. مشينا وين هالخبل؟ مشينا مشينا، يجيبك الصاجك ربه. الحين جاي يسحبنا على ملا وجهنا عشان نخطبك ورا كبر امك. هاو وش اللي كبر امه؟ انا وحدة من بناتها. ترى انتم اللي دلتوني عليها. حنا؟ ايه انتم. وشلون نسيتوا المقلوبة؟ مطعم همهم يا حلو، دنيا هي صاحبة المطعم. قلنا لك جيب المقلوبة مو باللي سوتها. وليدي مشفوح ابطيني واعرفه زين، اعجبها طبخه حطها براسه. اروح افتح الباب اصرف لي. السلام عليكم. وعليكم. اوف 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 اوف، وش هذا كله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت فين الوالد والوالدة؟ موجودين. تفضلي تفضلي. يلا حيها يلا حيها يلا حيها. صديق جيب كله، ها كله جوا. تفضلي تفضلي. يا هلا ومسهلا، نور البيت. تفضلي تفضلي تفضلي. مساء الخير. أستاذة دنيا رسلتني ليكم وتقول لكم هذا عشاكم، لأنكم روحتوا بدون ما تتعشون. قول يا لحظة لحظة بس يا أبو عامر، ساعدني لو سمحت. أسمع، انت بالذات يا ابو عامر لك حاجه خاصه، مفتاح سياره جديده لك من بنتك دنيا. وحتى لو انكم جبتوا له سياره جديده ما. وهذا طقم الماس لك يا ام عامر، الماس كامل. الله يصلحها، الله يوفقها، الله يعطيها ويرزقها. يما بلاش حاده. وانا انت لك دنيا بكبرى. وانا انت لسلعشة بكبرى. هاي ابو عامر وش رايك؟ حنقول اسمه يا عامر، الزواج يسمعه نصيب، وتزوج وخلى سكيتي لا من شاف ولا مدري. مواسم الفرح اتحداك القصر البطل. ابوك الفله حطينها زيج وشاكل برشومي، ياكلك حبه حبه ياكلك. يا ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه صار الليل، يا ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه صار الليل، يا ابو ثلاثه.
مرشومي في خشمك انت التاني، انت في ملعب كورة، انت في قصرك. ألف مبروك يا عريس. أشرب. ألف مبروك. حاطين عطر أنتم؟ لا، هذه موية مبخرة لازم نسقيها للعريس. أبو جوكم تحطون البخور داخل الموية؟ ألف مبروك، ألف مبروك. الله يبارك فيك. من ذي؟ بنتي رحاب. بنتس؟ إيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكننا استعجلنا يا ولد. ألف مبروك يا عمو. عمو؟ أنا عمو وخاله. يا شيخ تعال هنا أمسك منه المغراف. دقيقة. يلا 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 بلا فضايح أمشي. عكسني عكسني لا أبهر لا يتور علي. عكس عكس يلا عكس امشي. أنا مالك. يلا همشي. حبة 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 وياكلك حبة حبة. امشي. اصبر 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 أنا مالك. امشي أنا مالك. امشي معي. يلا عليك أنت بس قدم. أتحداك يا أكل البطل. وش ده ما شاء الله تبارك الله. أوف 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 سمك. أنا ما أكل لبخاري حمام. وش ذا؟ في رز وفي جمبري. سمبوسة. هذا جمبري. صحة وعافية بحين ما يسري إمري. سامع سامع محمد عبد وش بيقول؟ تصدق بالله أنا أكبر من محمد عبد بسنتين بالضبط. أكبر من محمد عبد بسنتين؟ بس حشا ديناصور دي. يا واد يا واد العمر في القلب ما هو في الأيام ولا في السنين. إيش بك أنت؟ سلام يا أمي. أنا باقي على رحلتي ساعتين، توصيني شيء؟ يا حبيبي طريق السلامة روح، خد راحتك سافر يا قلبي. سلامات، وين مسافر؟ راح شرم الشيخ مع أصحابي. أخليكم تقعد مع بعض اليومين هذه يعني. أقول رجع شنطتك وهجد ما في السفر. يا سلام على كيفك هو. أنا بالنسبة لك مين؟ تراك زوج أمي. يعني عمك. عمك يا واد. أصحى يا حبيبي أصحى. شايفني كنبة في البيت؟ أقول لك أصحى أنت وروق. لا ترفع صوتك علي، تفهم ولا ما تفهم؟ يلا انقلع غرفتك ما في سفر. انقلع. مشكورة يا أمي. أنا طالع مخلي لكم البيت. مشكورة يا أمي. أقول دزها بس صاحب غرفتك دزها. راجل راجل يا عمورة. داري إني راجل بس ولد هذا ما ربيته زين، بيقعد يتعبني كذا ما ينفع ترى. طز عليه ولا يهمك. تعال يا حبيبي لا توتر نفسك، تعال كمل أكلك. تعال أبوك الفلة كفوف وأكل وفلة وخواش. يا سلام أغرف لك كبسة. ما عندي سؤال الثاني بلا بشكله. هذا أنا. لا يا حبيبي هذا كرومي الله يرحمه، لكن هذا أنت. وش أسوي فيه هذه؟ تعلقها جنبه. وهذول منهم؟ دول أزواجي. كل هذول أزواجك؟ اي والله يرحمهم كلهم ماتوا. يلا يا حبيبي لا تقعد تطالع فيهم، قم قوامين الله يرضى عليك. خش غير ملابسك عشان مازن اتصل علي قال يبغاني ضروري انا وانت. من مازن؟ انا جيتكم عشان اتقدم لرحاب اكمل نص ديني. سلامات يا ابوي. سلامات. اشوفك تكلم دنيا، ما كان في رجال قدامك هنا. لي 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 الكواردي كلها. عمتي دنيا وابويا متفقين ان انا ورحاب لما كنا صغار هي لي وانا ليها. شغل الافلام المصريه ذا ما يمشي عندي. هي لي وانا ليها، تفهم ولا ما تفهم؟ لا هو صادق، البنت له وهو لها. اقول لا تطرين بالعجه، خلنا نسال عن رجال، هذا زواج مو بلعبه. هذا ولد خالي واحنا متربيين مع بعض وانا اعرفه مره كويس، فانت ليش تبغى تروح تسال وتسوي اشياء مره كثير؟ اسكتي. اسكتي ولا كلمة، اوكي؟ إذا تكلم رجال الحريم يسكتون. أنا عمس ومسؤول عنس، اوكي؟ ولا كلمة. وين تشتغل؟ طبيب أسنان. مسوي زحمة والشارع فاضي، وبالأخير أسنان؟
أسنان وش تسوي؟ تفك حشوة وتركب حشوة، وإذا خربتها سويت تقويم. يا عمي إيش بك أنت؟ يخا عن إذنكم. بعد إذنكم أقول سك الباب بس لا أكثر. هذه اسمها قلة ذوق. أنا ما راح أتزوج إلا مازن. اقعد مسوين حبيبة. الزواج هذا ما يتم لو على جثتي. جثتك يا حبيبي إن شاء الله تترمي في الشوارع لكلاب البراري. يا أخي حل عن سماء أهلنا. من يوم ما دخلت البيت هذا طولك وقامتك وعلى الله سلامتك يا نتف يا محتف يلي جاي من مقاس مقطوع. حل عن سماء أهلي. من زينس ومن زين شكلس أصلاً. أنا ما تزوجت السلة علشان بطني وعلشان المقلوبة، لكن الحين لقيت لي مطعم بالشفا يبيع مقلوبة البطلة. يا أورانجي أتحداك يا البرتقالة. أنت وعمتك هادي جبتولي البلا.